استهلاك لمسناها في وسط مدينة باتنا، تحديدا بأقدم الأحياء المعروفة بحي الشوايع. على حسب المعاينة تاعنا لقينا بلي مدار إطعام سريع اللي هنا في السجل التجاري تاعو، بصح المعاينة تثبت بلي عنده إطعام كامل لو مداير لوبيا، جلبانة، كمونية، روز. ما هذه مخالفة، المخالفة هي ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري. الساعة الشيخ باتنا كاملة فاست فود، اش تكون فيها مين؟ باتنا كيما راهي، نقولوها باتنا كيما راهي، لقيت ما كانش فاست فود وما نديرش الأمور هذه. المخالفة هذه كيما؟ وعندي ريجيستر نتاع لاباراي، عندي في الريجيستر، عندي الشواء، عندي كل شيء. لأن الجيران كيما دايرين إطعام كامل. ما كانش إطعام كامل، كاين فرد واحد إطعام كامل. قد يكون التحايل على المستهلك وإيهامه بشرعية ممارسات التجارة أمراً خطيراً، لكن الأخطر هو ظروف عرض وحفظ ما يقدم في هذه المطاعم، مما يستوجب الوقوف مطولاً عند هكذا مظاهر. هذو معناتها مكسرين، هما بعد يهزوا الميكروبات قد ما توصل قد ما يبقاو. كانوا تاع الثاني بلاطو تاع كذا نقيه شويه. والله ديما بالجافيل، والله بالجافيل ديما راسها من هنا. ايه هذه كورتا ديما كي يجيها تاع السخونه. لا سينيسمو تاعك هذاك الروغان. هذاك الروغان، ايه. الروغان هذاك لازم يكون تكون لا كونديت الداخل فيه مش على برا. شوف لا كونديت تكون الداخل ما تكونش على برا، معناتها كي هكذاك برا الميكروبات تكون على برا، فهمت؟ هما على بالك يتمشى على حاشاك الداخل. عندك الجريل هو، شوف الجريل هو. والله ديما نكافحوا فيه، والله جبنا له هذاك تاع القليل هذاك تاع الكاميرا. القانون راه يعاقب. ايه صح صح. لا عندك الحق، عندك الحق. 53 يهضر على الحشرات. والله عينا، والله جبنا له القليل. هذا لازم دير له منين يخرج هذا. تاع الشوب. تاع الشوب لازم دير له منين يخرج، ما يبقاش هكا الهواء. السي او دو يقيطوا لك هنا ويدير لك. على بالي. هذا هنا راه ندير الدجاج وندير اللحم. حنا نقول لازم ما تخلطش بين اللحم هكا، لازم الدجاجك سيباري، حط اللحم تاعك مليح، دير سيباراسيون ويبقى الفريغو. شوف كيفاش الفريغو هذا يدخل في عمليه النظافه. هذا المرسوم التنفيذي 91-53 يعاقب، يقول لك لازم هنا هذه المعدات تكون نظيفه. هنا رانا بالنسبه لي احنا هزينا مخرب انعدام النظافه. هذه راهي شوف كيف الكماج هذا لازم يتنحى. شوف لك حنا شوف فيه هكا نخدمو. شوف قد عنده نعام الكسكاس ضاره من نار خليته. الاواني تاعك لازم يتبدلوا. احنا نقولوا المعدات ونقولوا الاواني. المادة 6 و 7 تحكي عن المعدات وتحكي عن الأواني وتحكي على المواد المقتنة. المعدات معناتها هذه معدات تخدم بها. شوف هذه نورمالمون عندها لوحة من راحة وتكسر وهي تكبس ببعضها، ما ملي يشوفها يخلع. راك تشوف هذه سيرتو هذه فيها المايونيز حساسة جدا. راك تشوف فيها شوف خلطها مع الكازوز والكازوز كان برا. الخطوره هنا معناتها لا كونتاميناسيون. درك هذا برودوي كان برا في الكاميون ومن بعد تجيبوه هنا، معناتها راح يذبط هذه اللي فيها المايونيز. وحنا المايونيز عندها راهي ماده حساسه، ما لازمش تكون مخلطه كيما هكذا. شوف هذا ما بقاش هذا الفريغو. عندك مخالفه لعدم النظافه. سي حليمه هذا راهو جي طاف هذا ايزوجيني. لا دير بها الظاهره مش مليحه هكا انت عليه لي ساخين. هذا شو الطابل يشربوا فيه الناس؟ معليش ما تبان لي على اسم راني نشوفها فهمت. لا هذا ديستيني الماء. انت دير حاجه بريزونتابل اون فار هكذا وتحط فيها الهريسه تاعك وتزيد له من بالمغرف وحدها. الظاهره تبان لي ما كان حتى اشكال. ما كانش مشكل احنا بدلوه، ما كانش مشكل بصح علاش جات لي هكا نورمال. اخرى ثاني اللي مش هذه راهي استعمال وحيد. كيف قلت الباكت تلقى فيها مكتوب فيها رقم واحد معناها استعمال وحيد. ما تعاودش تستعملها هذه تخلصها من الجيشه. سي اجوتي هذه ما تحطش فيها زيت زيتون. فوالا.
الشرفه هذه معناتها راه الماء الخامس اللي ريزويزي كي يهبطوا راح يسيحوا لك هنا راح يلوثوا لك المحيط. حنا كاين جراثيم هوائيه تنقلوا عبر الهواء باش يروحوا للماكلة. انت واش لازمك دير؟ هذه تخدمها ما تخليش لي فوت تاعك هذه الساشي والغاز نحطوا فيها غاز ليسير. شوف هنا الجاج، الجاج هو بالريش. شوف 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 روح نحي هذا الجاج، روح نحي هذا الجاج، روح نحي هذا الشك. هذيك اللي جات نسربيوها ما نقطعوا الرجلين تاع موشي هاكا هاكا نقطعوا الرجلين تاع نحيوا عظم هذاك موشي نحيوا 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 خلاص نحيوا نقيو شويه من هنا. روح الشيخ الشيخه روح نقي من هذيك البلاصه هذيك الشيخ راح نبدلوها وكل هذه السنه الجايه الا جيت لقاها ما تلقاهاش ما تلقاهاش راح يدير لها ديستريكسيون هذه راح يمكن. حتمية التردد على محلات الإطعام بأشكالها لا يعني أبدا التعدي على حق الزبون كونه